بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي إن شاء الله محاضرة النهاردة. إحنا المرة اللي فاتت عرفنا إزاي نمثل اللوجيك فانكشن بأربع وسائل. الوسيلة الأولى إن إحنا بنعمل تروث تيبل. الوسيلة الثانية إن إحنا بنعمل تعبير جبري. الوسيلة الثالثة إن إحنا اللي احنا اتعلمناها المحاضره اللي فاتت اللي هي الستيتس ماب او كارنف ماب. ومن كل الوسائل دي احنا بنرسم اللوجيك سيركت دايجرام. يعني بنرسم السيركت دايجرام اللي احنا هننفذها فعليا. وده اللي احنا بنسميه رياليزيشن. متى بتحقق اللوجيك فانكشن المطلوبه دي. ناخد المثال اللي قدامنا ده. احنا حليناه المحاضرة اللي فاتت هنعيده ثاني. الاكزامبل ده مديني y بتساوي sum of الارقام الموجودة بين قوسين دي. معنى كده ان الارقام بين قوسين كلهم بوحايد. مادام sum يبقى الارقام اللي بين قوسين هي بوحايد. غير الباي لما نعمل باي يبقى باي يبقى الارقام بين قوسين تبقى بالاصفار. دكتور اتفضل. حضرتك في سلايد كام عشان مش ظاهره قدامي؟ سلايد 34. سلايد 34. لو عايزين ابعت لكم ال ابعت لكم البي دي اف ثاني ولا معاكم؟ لا موجود على الجروب. ماشي. فالمهم بنعرف بنشوف اكبر ستيت دي ارقام الستيتس اللي قلنا تبقى قيمها بواحد. الأكبر رقم هنا 15. معنى الستيت رقم 15 معناه إن أنا عندي على الأقل أربعة variables. أربعة variables معناها عندي 16 ستيت. 16 ستيت يبقى برسم 16 مربع. زي ما إحنا اتفقنا كده. بنرسم الستيتس ماب او كارنف ماب بالطريقه اللي قدامنا دي. وبنحط A الفاريبل الاولاني، B الفاريبل الثاني، C الفاريبل الثالث، D الفاريبل الرابع. بنحط الوحايد عند 0 و2 و5 و7 و8 و10 و13 و15. من الرسمه اللي قدامنا دي لقينا ان قدامنا اربع وحايد جنب بعض اللي هم في الاركان. دول جنب بعض. وفي اربع وحايد تانيين جنب بعض اللي هي اس 5 واس 7 واس 13 واس 15. يبقى هنعبر عن الوحايد اللي في الاركان اللي هم اس عند اس 0 واس 2 واس 8 واس 10. هنعبر عنهم بايه؟ نسال نفسنا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت الفاريبل ايه في الاربعه دول عباره عن ايه؟ ازاي الفاريبل ايه في الاربعه ستيتس دول؟ في منهم بصفر وفي منهم بواحد يبقى انساه. الفاريبل بي في الاربعه ستيتس دول كلهم باصفار يبقى نكتب بي داش او بي بار. السي هنلاقي في منهم باصفار وفي منهم بوحايد. الاصفار والوحايد يبقى هننسى السي. الدي كلهم باصفار يبقى نكتب دي بار. يبقى الاكسبريشن النهائي بي بار دي بار. الاربع وحايد اللي في السنتر دول اس 5 واس 7 واس 13 واس 15 برضه هنمشي بنفس الطريقه. هنسال نفسنا الاي في الاربعه دول شكلهم ايه؟ في منهم بوحايد تحت كده، في منهم باصفار فوق. يبقى ننسى الايه. البي كلهم بوحايد يبقى نكتب بي. السي في منهم بوحايد
اللي هم الاثنين اللي على اليمين اس 7 واس 15، في منهم اصفار اللي هي اس 5 واس 13، يبقى انسى السي. الدي كلهم وحيد يبقى اكتب دي، يبقى الترم بتاعه بي دي، يبقى بي بار دي بار والثاني بي دي، يبقى واي هتساوي بي بار دي بار زائد بي دي. قلت لكم المره اللي فاتت ان انا الحق عدلت في البي دي اف، ممكن يحصل فيه اختلاف بسيط كده في ارقام السلايدز. انا ضفت سلايد اضافي هنا، السلايد ده لو انا حبيت اعبر عن بي بار دي بار زائد بي دي يبقى اثنين اند جيتس، اثنين اند جيتس، والاوت بتاعهم بدخله على اور جيت. السلايد دي مش ما كانتش موجوده المره اللي فاتت، دي سلايد رقم 35. الناس اللي بتبص على البي دي اف ممكن ما تلاقوهوش عشان هنزل لكم بي دي اف محدث يعني. المهم لو عندك السلايد اللي بعده، عملناها دي بتمثل اثنين اند جيت واور جيت. الاند جيت الاولانيه تاخد من بي دي والثانيه تاخد من بي بار دي بار، دي عباره عن اكسكلوزيف نور، عباره عن اكسكلوزيف نور. ده السلايد رقم 35 في البي دي اف اللي معاكم. اللي هو معايا دلوقتي هو السلايد رقم 36. يبقى دي اكسكلوزيف نور جيت بتعبر عن اللوجيك فانكشن اللي قدامنا دي. هناخد موضوع جديد دلوقتي اللي هو ناند جيتس اونلي. ازاي اعبر، ازاي ارسم اللوجيك فانكشن بناند جيتس اونلي، او ازاي ارسمها بنور جيتس اونلي، ده موضوع النهارده يعني. لو انا كلمه ناند جيتس اونلي الحقيقه يعني الناس كده بتحب تشتغل بالناند جيتس بس او بالنور جيتس بس، لانها بتدينا افشنسي عاليه في الشغل. لو انا عندي الاكسبريشن اللي قدامي ده، ده السلايد رقم 37 اللي هو في البي دي اف اللي معاكم 36. واي بتساوي بي سي زائد اي بار بي دي بار زائد اي بي بار دي بار. يعني استنتجناها من ستيتس او من اي حاجه، وعايزين نعملها بناند جيتس اونلي. عشان نعمل ناند جيتس اونلي معناها ايه؟ معناها كان انا بعمل اكسبريشن زي اللي انتم شايفينه ده كده، كان فاري يعني واي بتساوي يو دي فانكشن او يعني تيرم مضروب في في مضروب في دبليو، يبقى دول كلهم اند وبنحط عليهم بار يبقى كلهم ناند. يبقى انا عايز اوصل للصوره دي، اوصل الصوره دي من التعبير اللي فوق اللي هو واي بتساوي بي سي زائد اي بار بي دي بار زائد اي بي بار دي بار. بنعمل ايه؟ بتعمل بار على ده كله، بتعمل بار على ده كله. لما تعمل بار عليه يبقى واي هتساوي زي ما انت شايف كده بي سي بار اي بار بي دي بار فوقها بار، اي بي بار دي بار فوقها بار، والعلامة الزائد اللي في النص دي تحولت إلى ضرب، تحولت لإيه؟ ضرب. نعمل بار ثانية فوق فوق الكل، يبقى أنا قدرت أحصل على إيه؟ على الترم الأولاني ده مضروب في الترم الثاني مضروب في الترم الثالث وكلهم بار، يبقى دي ناند جيت، دي كلها بتعتبر إيه؟ ناند جيت. نعبر عنها ازاي؟ بنرسمها ازاي؟ بنرسمها بالطريقه اللي قدامنا دي. ثلاثه ناند جيتس اهم، بي سي بار دي ناند جيت، بتاخد من بي وتاخد من سي وتعمل عليهم بار. الناند جيت الثانيه تبقى اي بار بي دي بار، تبقى اي بار بي ودي بار، كل ده بار يبقى دي ناند جيت. الثالثة تبقى A B بار دي بار، الأخنية دي بتاخد A B بار ودي بار. كل دول زي ما احنا شايفين كده مضروبين في بعض يبقى أند، وكلهم فوقهم بار تبقى ناند. يبقى الأوت بتاع الناند الأولانية والثانية والثالثة بناخده على ناند عمومية زي ما احنا شايفين كده،
يقوم تديني الناند جيت الاخرانيه. في الاول احنا كنا بنعمل نوت جيت عشان نحول من A الى A بار، من B ل B بار و C C بار و D D بار. احنا عايزين هنا ال A بار وال B بار وال D بار بس. المهم بدل نوت جيت هنستخدم نور ناند جيت. زي ما نشوف كده ناند جيت اهي. ناند جيت دي بتاخد انبوت A، الاوتبوت هيبقى A بار. يبقى احنا استعملنا كل الجيتس المستخدمة في الرسمة اللي قدامنا دي، كلهم ناند جيتس. اللي عنده سؤال في الجزئية دي يتفضل. دكتور حضرتك في أول خطوة حطيت دبل بار صح؟ أول خطوة يعني ناخد الاكسبريشن كده، يعني هي واي شايفها فوق أهي، تعمل فوقها بار. لو عملت فوقها بار عايزكم كلكم تعملوها دلوقتي. يلا بار ولا دبل بار؟ اعمل بار الأول هتبقى واي بار صح؟ تمام. بعدين كمان خطوة تعمل كمان بار عشان ترجع للواي. تمام. صح كده؟ كل واحد يعملها تاني، يعمل المسألة دي عنده كده في كشكول بتاعه، يعيد عليها كده عشان لو أي سؤال تسأله لي دلوقتي وأنا معاكم. هنحط على الواي دي دبار يا دكتور؟ نعم. الاكسبريشن اللي فوق ده المطلوب حضرتك مننا قلت نعمله. نحط على الواي بار؟ يعني الواي واي بتساوي الاكسبريشن على اليمين ده كويس؟ هتعمل على الواي بار وتعمل على الاكسبريشن على اليمين بار ثانيه، بار كبيره. صح؟ البار دي تعمل ايه بقى؟ تمام. هتحول لك البي سي تبقى كلها بار. والترم الثاني كله بار، والترم الثالث كله بار. وتحول علامه الزائد الى علامه ضرب. حل تحول علامه الزائد الى علامه ايه؟ ضرب، اللي هي تبقى اند يعني. طيب عملنا الكلام ده، نعمل كمان بار فوق عشان يبقى ناند. يبقى الواي بار تتحول الى واي. طب لما تعمل بار على الشمال تعمل بار على اليمين، مش تعمل ناحيه وناحيه، يعني ما تنساش ناحيتين. يبقى الليفت هاند سايد بيساوي دايما الرايت هاند سايد. لأن اللي عنده سؤال يسألني لو سمحت دلوقتي، أنا مستني يعني. طيب هننقل على استخدام اللوجيك فانكشن. أنا عايز أعملها باستخدام نور جيتس أونلي. بدل ما كنا بنستخدم ناند جيتس أونلي هنعمل نور جيتس أونلي. المثال اللي قدامنا ده بيشرح لي انا عملتها ازاي من ده. هو زي ما انتم شايفين كده مثلا لو هي بي دي زائد بي بار دي بار، اللي هي المثال الاخير اللي انا شرحته لكم في بدايه المحاضره، تبقى واي بار بتساوي ايه؟ بي دي زائد بي بار دي بار كلها بار. طيب افك دي ازاي؟ تبقى بي دي كلها بار وبي بار دي بار كلها بار، وبين الزائد دي تحول الى ضرب. نعمل الواي بار دي كمان بار تبقى واي، على اليمين كمان بار، يبقى تفضل زي ما هي بي دي بار مضروبه في بي بار دي بار كلها بار. الاثنين دول كل الترم ده كله بار. تمام. يبقى انا مرتين بس كده. نعم خدنا بار مرتين وفكناها. طب ليه احنا دي عشان انا بستخدم الناند جيتس اون عشان اعمل ايه؟ كل واحد يرسمها عنده كده، يرسم الفانكشن اللي هي واي بتساوي بي دي بار مضروبه في بي بار دي بار كلها بار، كله مضروب في بعضه بار. كل واحد يرسم الاكزامبل ده تاني. المثال ده انا هجيبه في الامتحان. اكزامبل رقم كام تاني في بيجي كام؟ ها؟
سلايد كام؟ ده سلايد رقم عندك في البي دي اف، انت بتشتغل على البي دي اف دلوقتي مش كده؟ لا مع حضرتك 38، هو انا عندي هنا 39. تمام، انا عشان زودت سلايد في النص كده. فاكرين الرسمه دي يا شباب؟ شوفوا الرسمه دي، شايفين الرسمه دي؟ دي واي بتساوي بي دي زائد بي بار دي بار، دي اللي هو الاصل بتاعها دي بالجيتس العاديه، بنوت واند وور. لما تعملها كلها بناند هتحول النقطه دي الى ناند، تحول النقطه دي الى ناند، تحول. احنا عاوزينها بنوت بناند ولا نور؟ لا احنا دلوقتي بنتكلم عن ناند دلوقتي. هتحول الاند دي الى ناند، تحول الاند دي الى ناند، وتحول الاور دي الى ناند. تمام؟ اللي هي الاكسبريشن اللي هو اللي انا كنت بقول لكم دلوقتي اللي هو ده، واي بتساوي بي دي بار مضروبه في بي بار دي بار، كلها بار، يبقى دي ناند ودي ناند، والاثنين دول مضروبين في بعض وفوقهم كلهم بار، يبقى ناند ثالثه. واضح؟ يلا كل واحد يرسمها كده، ولو في مشكله قول لي دلوقتي وانا مستني. دلوقتي بنعمل الناند. اخر بار بعمل لها بريدج صح؟ اخر بار بتعمل ناند لوحديها. البار اللي فوق عشان ما اللي جوه ده في كانهم ترمين، دي كلها سميها يو مثلا، وده كله سميها يو في مثلا. دي هي بي دي بار تبقى يو، بي بار دي بار كلها بار تبقى في، الاثنين يو في في مضروبين في بعض كلهم بار، يبقى دي ناند جيت. اعمل لها بريدج عشان اخليها داخل واحد. بريدج ايه؟ مش فاهم. طب ما تم مع حضرتك لما ترسمها اشوف اللي انا عامله صح ولا لا. يعني قول لي انت عملتها ازاي بس عشان افهم. يعني اول حاجه انا عملت اللي هي بي بار دي بار، دي اول ناند جيت. بعد كده دخلت على الثانيه بي اند دي بار، دي ثاني ناند جيت. لا كده خدت ال... لا لا عشان بس تلخبطش الدنيا، محتاج البي بار دي بار، يبقى تعمل ناند جيت للبي وناند جيت للدي. ماشي، حولت البي الى بي بار، حولت الدي الى دي بار. ماشي تمام. طيب اول ناند جيت هترسمها بعد كده اللي هي بي دي كلها بار، دي ناند جيت. تمام. ناند جيت الثانيه بي بار دي بار كلها بار. تمام ماشي، انا عملها كده اول اثنين، ادي اول اثنين ناند جيت. ناند جيت فوق بعض، هاخد الخارج بتاعهم وادخله في ناند جيت. ايوه بالظبط، الخارج بتاعهم تدخلهم على ناند جيت ثالثه. كده ناقصه بار اللي هي البار الاخيره دي، هعمل لها هعمل بريدج للناند. ما دام ناند يبقى خلاص تمام. رجعها كده ثاني، اكتب الاوتبوت بتاع كل ناند وانت تعرف. اعملوا كلام تشكيل دلوقتي قدامكم يا شباب. الحمد لله. اللي عنده اي سؤال في الحته دي يسال لو سمحت. دكتور هو في الاكزامبل ده مش هنعمل لنا جدول او مربع او اي حاجه من الكلام ده؟ ولا نعمل حاجه خالص. نشتغل على طول يعني؟ اه طبعا. اهو هرجع تاني، شايف الرسمه دي؟ شايفها؟ انا بدي لك واي بتساوي دي وانت تشتغل. ايوه لا تروس تيبل بقى ولا حاجه ولا تضيع وقت. تمام. طب دكتور هو مش احنا لما نيجي نرسم المسألة دي يعني هنعمل أول واحدة ناند ونقلبها النوت المدخلين؟ يعني أول واحدة ناند تبقى ناند بس،
عايز تعمل ايه؟ تعبر عن ايه دلوقتي؟ قول لي. ما نيجي نرسم الرسمة، ايوه عايز تعمل ايه؟ نقلب النند لنط. انت هتعمل، بص شايف الرسمه دي؟ ايوه انا عشان انا ما حلتش الحل ده في السلايد. شايف الحل اللي قدامك ده؟ اه شايفه في السلايد دي؟ رقم دي جديده، السلايد ده مش موجود في البي دي اف عندكم. ها رقم 35. خدت من البي، عملت نوت جيت، عملت بي بار، صح؟ اه طيب بدل النوت جيت دي هعمل مكانها ناند جيت. تمام عملت. طيب النقطة الثانية بعمل مكانها ناند جيت، عشان أنا بقول لك اعمل كله بناند. اتفقنا على كده خلاص؟ ايوه. الاند اللي فوق دي بتاخد من البي بار والدي بار، هعمل مكانها ناند. ماشي تمام. الاند اللي تحت دي بتاخد من بي ودي، هعمل مكانها ناند. تمام. خلاص؟ الاوت بتاع الناند الاولانيه والناند الثانيه اللي فوق بعض دول اخدهم على ناند ثالثه. او ناند بالنسبه لنا تبقى خامس واحده يعني. طب مش ممكن نبدل الناند اللي تحت دي مع اللي فوق عادي؟ يعني ايه تبدلها يعني ايه؟ يعني هي هتبقى ليها مثلا يعني اللي فوق مثلا هي اللي مدخل لها اللي بي تحت دي اللي هي ودي. استناني اللي هي بي دي بار بس ناند. ايوه واللي فوق تبقى بي ممكن بار نغيرها دي بار كلها بار. ايوه تمام. وحولنا الزائد دي الى ضرب، يبقى تعمل بدل الاور دي هتعمل ناند جيت ثانيه، هتاخد من بي دي بار، بي بار دي بار كلها بار، وتاخد من بي دي بار وتديني في الاوت بوت الواي اللي انا عايزها. تمام كله بناند بقى، حتى الاخير كله هنغيرها لناند. انا بقول لك ناند اونلي، كلمه ناند اونلي يعني ايه؟ يعني بستخدم ناند جيتس فقط. تمام واضح؟ واضح زي المثال ده كده، احنا حلينا المثال ده قبل كده. ها ده بص كده على المثال ده كده. اول ترم بي سي بار ناند، ثاني ترم اي بار بي دي بار كلها بار تبقى ناند ثاني، الترم الثالث اي بي بار دي بار كلها بار، ادي ناند للثالث. كل دول مضروبين في بعض وفوقهم كلهم بار، القوس اللي بره ده يبقى دي الناند الاخرانيه. واضح؟ واضح شباب؟ دكتور بعد اذنك ممكن تقولها تاني؟ اتفضل. ممكن تقولها تاني؟ اللي هي من الثاني وسالة قدام دي؟ اه اخر نقطة؟ لا اللي هي من ثالث بار، من ثالث بار. بعد ما حطينا بعد من بعد البار الثاني عملنا ايه؟ صلاح؟ احمد يا دكتور محمد عبد الباقي. بص يا احمد، بص كده التعبير اللي فوق ده الواي بتساوي ايه؟ اقرا كده معايا. بي سي داش ايوه لا دي الحته دي بي سي داش دي ناند جيت صح؟ تمام. طيب تمام. الترم اللي بعده اي داش بي داش بي دي داش كلها داش، دي ناند جيت تانية. واضح؟ تمام يا دكتور. التالتة A B داش D داش كلها داش. تمام. دي ناند جيت تالتة. كويس؟ تمام يا دكتور. فاهم؟ يبقى هما التلاتة اللي فوق بعض دول اللي في النص دول. بص كده الاولانيه واخده من بي واخده من سي صح؟ الناند جيت اللي في النص واخده من ايه؟ من اي بار واخده من بي واخده من دي بار صح؟ تمام يا دكتور. الناند جيت الثالثه
وبتاخد من ايه؟ من ايه وبي بار ودي بار، صح كده؟ تمام. التلاتة دول الاوت بتاعهم لو انت بصيت في الاكسبريشن اللي فوق ده، بالترم الاولاني مضروب في الترم الثاني مضروب في الترم الثالث كلهم بار، دي عبارة عن ناند جيت الاخرية اللي هي على اليمين دي، واضح؟ تمام يا دكتور، تمام. اللي عنده سؤال تاني يسأل عشان انا هنقل على نور جيتس. يا دكتور هو ممكن السلوك الزيادة دي امسحها لو في سلوك زيادة يعني؟ مش فين السلوك الزيادة؟ في الرسمة اللي قدامك دي سلوك زيادة؟ لا اللي قبليها اللي حضرتك قلت لنا نحلها. اللي انا قلت لك تحلها اللي هي دي. هنرسم سلك البي والدي بس. اه بالظبط البي والدي، انت مش محتاج اكتر من البي والدي. تمام. ما انا قلت لك شايف الرسمة دي؟ انت عايز تشيل واضح. تشيل هنا الاي الاي داش مش كده؟ والاي والسي داش. مالهمش لازمة عندي يعني. الاي والاي داش اه معلومة لا الاي داش والسي داش بس. مفيش حاجة تانية. والايه الايه ده انبوت عندي، الانبوت خلاص مش هقدر الغيه، ده انبوت الاي والبي والسي والدي دول الانبوت بتوع اللوجيك فانكشن بتاعتي. تمام. دي مش من حقك تلغي حاجه فيهم دول، لكن الداش اشيله عادي عشان انت اللي عامله. تمام. وده على الشمال ده انبوت، فاهمني؟ تمام يا دكتور. ماشي. هنقل على النور جيتس. هنقل عليه نور جيتس، نفس اللوجيك فانكشن اللي احنا عملناها دي عايز اعملها بنور جيتس فقط. بص كده الاكسبريشن الاخير ده بتاع الناند اللي احنا حلينا بيه اللي هي واي بتساوي بي دي. طب لا ثانيه واحده كده، انقل على السلايد بعد اشوف هل ممكن يبقى اسهل ليكم. طيب باستخدام النور جيتس بس هنسيب المثال ده ونرجع له ثاني كمان شويه. سلايد رقم 41 عندي وعندكم 40 على البي دي اف. عشان استخدم نور جيتس فقط فانا خدت الاكسبريشن اللي هو الاصل هو واي بتساوي بي سي زاد اي بار بي دي بار زاد اي بي بار دي بار. عملت كده حولتها لناند كده، حولتها لايه؟ لناند. ده اللي احنا حلينا بيه ورسمناه. طيب عشان احولها النور اعمل ايه؟ هبص كده جوه انا البي سي عليها بار تبقى بي بار زائد سي بار. تمام لوحدها الاي بار بي دي بار عليها بار تبقى ايه زائد بي بار زائد دي لوحدها. انسوا الشرط اللي فوق دلوقتي، زائد الاخر ترم ده عباره عن ايه بار زائد بي زائد دي. يبقى انا باستخدام الشرطه السوداء اللي فوق دي تمام حولت الترم الى الترمات اللي تحت اللي موجوده جوه دي، بي بار زائد سي بار كلها بار مضروبه في اي زائد بي بار زائد دي كلها بار زائد اي بار زائد بي زائد سي زائد دي كلها بار. يبقى ده الاكسبريشن اللي فوق ده حولته للحاجه اللي تحت اللي هو لحد الخطوط السوداء اللي فوق دي. حد عنده اعتراض على الحته دي الخطوه دي؟ لا تمام يا دكتور. كل واحد يعملها بايده كده لو سمحت. انا صعب كل واحد يحول الترم اللي فوق ده للترم اللي تحت من غير الخطين الحمر دول. يبقى البي سي بار بحولها لايه؟ لبي بار زائد بي بار ده الزرق.
الخط الازرق ده حولته الى بي خط ازرق فوقها وسي خط ازرق فوقها وبينهم زائد. الترم الثاني بقى ايه؟ بدل ايه بار هتبقى ايه؟ البي هتبقى بي بار، الدي هتبقى الدي بار هتبقى دي وبينهم زائد. الترم الاخير ثاني ايه بار، الترم الثاني بي، الترم الثالث دي بينهم زائد. ده تفعيل الخطوط الزرقاء اللي موجوده فوق دي. الخط الاسود اللي فوق ده هيحول لي علامه الضرب ما بين كل ترم والتاني الى علامه جمع. تمام؟ طيب اسال نفسي بقى، الترم الاولاني ده بي بار زائد سي بار كلها بار، دي عباره عن نور جيت. عباره عن ايه؟ نور جيت. الترم ده A زائد B بار زائد D كلها بار، دي برضو نور جيت تانية. الأخير A بار زائد B زائد D فوقها شرطة السودا دي تبقى دي نور جيت تالتة. طيب لو أنا يبقى الترم الأولاني ده زائد الترم التاني زائد الترم التالت ده هيبقى أور جيت، عشان أعمله نور أعمل إيه؟ اخد اعمل فوقه بار كلهم بار. لما اعمل ده بار يبقى الواي دي هتبقى واي بار. مضطر اعمل كمان شرطه فوق عشان احول الواي بار الى واي. تمام؟ نحلها بقى ازاي او نرسمها ازاي؟ هرسم نور جيتس الاولانيه، نور جيت الثانيه، نور جيت الثالثه. نور جيت الرابعة اللي هي بالبار الحمراء الأولانية اللي تحت، وأعمل نور جيت أخرى عشان أنفذ النور النوت اللي فوق دي خالص، نعملها بالطريقة اللي أنت شايفينها دي. بدي A B C D ودي اللي على اليمين تبقى A بار وB بار وC بار. اللي فيها في غلطه في الرسمه، البارات دي فوق. ادي الثلاثه نور جيتس الاولانيين جمعتهم على نور جيت واحده هيديني هنا واي بار، هيديني واي بار في النور جيت اللي قبل الاخيره دي. عشان احصل على واي بعمل نور جيت اضافيه عشان احصل على الواي. حد عنده اي سؤال في السلايد دي؟ تمام يا دكتور. ماشي، وفي سيكشن طبعا هتحلوا مسائل زي كده كتير والموضوع سهل مش صعب. اللي عايز اي سؤال يسال عشان هنقل على الموضوع تاني. تقول يا صلاح دكتور بقول خدنا مسائل في الديف سيكشن. صوتك مش عالي يا صلاح، عالي صوتك شويه. بقول لحضرتك خدنا مسائل ديف سيكشن. خدتوها يعني؟ اه يا دكتور. مين مين من المعيد اللي عندك؟ مش عارف اسمها الصراحه. مهندسه خلود ولا مهندسه؟ مهندسه نرمين يا دكتور. مهندسه نرمين. نرمين تقريبا. اه ماشي. هم دول كويسين وعندهم خبره كويسه. الموضوع اللي جاي يا دكتور. اتفضل. ممكن الرسمه اللي قبل اللي فاتت دي؟ معلش. الرسمه اللي هي دي؟ اللي قبلها معلش يا دكتور. قبلها اللي هي، ما هي دي اللي قبلها. دي؟ اه. ايوه مالها بقى؟ معلش ممكن تدالي سريعا كده بس عشان اتلخبطت فيها، يعني الثانيه فهمتها لكن دي لا. يا راجل اتق الله. انت عندك واي بتساوي ايه؟
اقرا كده كم ترم دول؟ ثلاثة ترم. انا عايز احولهم كلهم يبقوا ناند. عشان احولهم كلهم ناند بعمل على دول كلهم شرط، بعمل بار يعني. تمام؟ تبقى الدي واي دي تبقى واي بار. اكتب كده معايا. معاك اشكول وقلم ولا معاكش؟ اه معايا دكتور. اكتبهم كده تاني، اعمل عندك كده في كشكول، اكتب الاكسبريشن اللي فوق ده، حطه فوق بار. تبقى تحط على الشمال بار وعلى اليمين بار. عملت؟ اه عملتها يا دكتور. ماشي، يبقى الخطوه الثانيه هتقول يساوي، يبقى الواي بار بتساوي تحت يساوي، البي سي دي هتبقى ايه؟ بي سي بار. الترم الثاني اي بار بي دي بار، ادي الترم الثاني هتطلع عليه بار، مش كده؟ هتبقى كلها بار يا دكتور. الترم الثالث هيبقى عليه كله بار، الزائد اللي بينهم دي حولتها لايه؟ لضرب. تمام؟ تمام. ده كله واي بار بتساوي الكلام ده. انا عايز واي، اعمل بقى عشان تبقى واي يبقى تعمل ده كله تعمل عليه بار ثاني. صح؟ تمام. يبقى انا بقى عشان ارسم الرسمه دي انا محتاج ايه؟ محتاج الاسم، محتاج هنا الاي بار، محتاج الدي بار، ومحتاج البي بار، او محتاج الاي بار والبي بار والدي بار. فرحت اعمل لهم ثلاثه ناند جيتس بدل النوت جيت اللي كنا بنعملهم قبل كده. تمام كويس. انا عايز اول ترم يبقى بي سي بار اهي، واخد من بي واخد من سي، النتيجه بتاعته هنا في الاوت بتاعت الناند الاولانيه بي سي بار. الناند جيت الثانيه واخده من اي بار، واخده من بي، واخده من دي بار، يبقى الاوت بتاعها اي بار بي دي بار كلها بار. ده هو الترم الثاني ده كله. تمام يا دكتور. ثالث ناند جيت بتاخد من اي، تاخد من بي بار، وتاخد من دي بار. الاوتبوت هيبقى اي بي بار دي بار كلها بار. الخوارج الثلاثه دول، الخارج بتاع الثلاثه ناند دول بدخله على ناند جيت ثانيه او رابعه بقى بالنسبه لي. يبقى الترم الاولاني مضروب في الترم الثاني مضروب في الترم الثالث كلها بار. بما رجع لي الواي بار اللي كنت عملتها دي الى واي. تمام. ماشي؟ ماشي. تمام يا دكتور. عنده اي سؤال يا شباب يتفضل. عنده اي سؤال لحد هنا يتفضل يسأل. ارجع بقى للمثال اللي كنا عملناه اللي هو السريع ده، نفس الكلام اللي هو بتاع بي دي وبي بار دي بار. الواي وصلنا فيها لايه؟ بي دي بار كلها مضروبه في بي بار دي بار كلها، كلها بار، كل دول بقوا بار. واحنا قلنا الرسمه بتاعتها مش صعبه، عشان اعملها بنور جيتس فقط باخد الاكسبريشن اللي فوق ده واحوله الى نور جيتس. يبقى هعمل بار على دي. بعد اذنك اتفضل. هي الشرطه الصغيره دي اللي هي البار الكبيره اللي احنا الخط اللي كنا بنعمله ده، الشرطه دي هي بار عشان بس تسهل الكتابه. ده مغبطانه جامد. ماشي يا دكتور. ماشي. الثاني البي دي بار اللي جوه دي هتبقى عباره عن ايه؟ بي بار زائد دي بار. تمام. الترم الثاني ده بي بار دي بار الشرطه اللي عليها حولت الى بي زائد دي
تمام؟ هدخل البار اللي بره دي، يبقى احول علامه الضرب دي لعلامه جمع، ودي هتبقى بار ودي هتبقى بار. كويس، انا عشان عملت واي بار يبقى عملت ده كله بار. عشان ارجع الواي بار الى واي هعمل كمان بار على الكل، هعمل كمان بار ايه على الكل. يبقى الترم الاولاني بار زائد الترم الثاني بار، كل ده بار، وتاني بعمل كل ده بار عشان ارجع للواي ثاني. انا عايز واي مش عايز واي بار، واي داش. الرسمه بتاعتها ازاي بقى؟ ركز كده معايا، الرسمه بتاعتها بقت بالشكل ده. ادي اتنين نور جيتس، دي بي بار ودي دي بار. عملت اتنين نور جيتس، جمعتهم على نور جيت تاني تالته. الخارج ده انا واي بار، انا عايز واي فبعمل نور جيتس في الاخر. كل واحد يعمل المثال ده قدامي دلوقتي، خده كده خمس دقايق اعمل المثال ده، حاول تحله تاني كده مره بالناند ومره بالنور. دكتور لو سمحت اتفضل. سلايد رقم كام ده؟ سلايد رقم معاكي في البي دي اف ولا على الباوربوينت ولا قدامي؟ لا مع حضرتك، معايا على الباوربوينت رقم 39. تمام. حاولوا ارسموا الاكزامبل ده مره بالناند ومره بالنور. يلا كل واحد يعمله دلوقتي، هديكوا خمس دقايق عشان لو حد عنده سؤال يسأل. هنحل انهي يا دكتور؟ معلش مثال على السلايد اللي قدامك ده، شايفه اللي هي الناند ولا النور؟ ما تعمل مره بالناند وتعمل مره بالنور. انا عملت ناند، اعمل نور؟ يعمل النور كمان. النور انا رسمها لك هنا في الاستاذ اللي بعده، بس يعني ممكن تراجعها يعني. تمام. يا شباب في اي سؤال؟ بعد اذنك يا دكتور، هي الجيت الاخيره ديت بتاعت ايه يعني؟ ليه اترسمت كده؟ كويس، او سؤال كويس. بص كده، انا عايزك تبص هنا، دي بي بار ودي بار، مش كده؟ اكتب على الرسمه دي عندك كده. الاوت بتاع دي عباره عن ايه؟ الناند الاولانيه اللي فوق، قصدي النور الاولانيه اللي فوق دي، قول معايا. ادي السؤال تاني معلش يا دكتور. بس النور الاولانيه اللي في النص دي داخل لها بي بار وداخل لها دي بار، مش كده؟ داخل لها الاوت بتاعها يبقى ايه؟ اقرا كده، قول لي كده. الاوت بتاعها
يبقى بي بار بي بار لها بار. اه كويس تمام كشكول. النور اللي تحتيها دي لو اتفعها بكام؟ ببي دي بي زائد دي بي زائد دي تمام. كلها بار ايوه صح؟ اه طيب يبقى انت كتبت الاثنين دول الترمين اللي قلناهم دول يبقى بي بار زائد دي بار كلها بار واللي تحت تبقى بي زائد دي كلها بار ماشي؟ تمام يا دكتور. طيب لما يدخلوا الاثنين دول على نور هدينا ايه؟ الترمين مضروبين الترمين زائد بعض كلهم بار معايا؟ ايوه تمام مع حضرتك. الترمين زائد بعض الترم الاولاني ده زائد الترم الثاني والبار كبيره كلهم بار. ايوه بص كده في الاكسبريشن احنا عملناه. انت اسمك ايه؟ خالد. بص يا خالد ادي الترم الاولاني ايوه دي بار زائد دي بار كلها بار مش كده؟ اه زائد الترم الثاني بي زائد دي كلها بار الاثنين دول أيوه. زائد وعليهم بار تمام. ده يديني ايه في الاخر؟ ده يديني النور واي بار تمام. انا مطلوب مني ايه؟ النور جيت عايز الواي اعمل الواي اه يبقى لازم اعمل الخارج اللي خرج عندي ده اللي خرج من النور اللي قبل الاخيره دي اعمل له نور ثانيه عشان ارجعه لي للواي تمام. فاهم؟ ايوه ايوه تمام. اي سؤال يا شباب عشان هنقل على الموضوع تاني؟ ركزوا بقى معايا في حاجه اضافيه كده دي اخر حاجه في الشابتر واحد حاجه بنسميها undefined states. كلمة undefined state احنا الستيتس اللي احنا عارفينها اما 0 واما 1 في الباينري سيستم. بنضيف حاجة كده يقول لك ده مش متعرفة بالنسبة لنا. يعني ما تفرقش معانا تبقى 0 ولا تبقى 1. ما تفرقش مع المشروع بتاعك اللي أنت بتعمله إنها تبقى ب 0 أو تبقى ب 1 سيان. دي بنسميها undefined state. Undefined state بنعمل عليها رمز فاي. رمز ايه؟ فاي زي ما انتم شايفين كده. ناخد مسألة كده بسرعة. واي بتساوي sum 0 و1 و4 و7 و8 و9 و10 و15 و زائد Undefined state 7 و11 و14. 7 و11 و14 عشان احل مساله زي دي هنعمل الستيتس ماب. ادي الستيتس ماب بتاعت المساله اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. هنلاقي عندي 16 ستيت زي ما انتم شايفين كده. الوحايد كتبناهم اس 0 اس 1 اس 4 اس 6 اس 8 اس 9 اس 10 اس 15 والاندفايند ستيتس اللي هي عملنا لها رمز فاي. الستيت رقم 7 عملنا فاي اهي. الستيت رقم 11 عملناها فاي. الستيت رقم 14 عملناها فاي. لما اجي اعمل اختصار للحاجات دي عشان اعمل اكسبريشن ليها انا ممكن استخدم الفاي ممكن ما استخدمتهاش. يعني ممكن استخدمها بواحد ممكن استخدمها بزيرو اللي يريحني. اللي يريحني فيه ان انا اعمل مينيمايزيشن لايه؟ للدايره دي. هنا زي ما عملنا كده المره اللي فاتت اس 0 اس 1 واس 8 واس 9 تمام؟ دول هيبقوا عبارة عن ايه؟
اللي فوق دي طبعا بي بار سي بار مش كده؟ ايوه. اللي تحت اللي تحت تبقى ايه؟ بي بار مش كده؟ احنا ممكن نجمع الاثنين اللي تحت دول مع الاثنين اللي فوق صح؟ احنا عملناهم قبل كده. حد يعملهم كده يقول لي؟ هناخد الاس 8 والاس 9 والاس 0 والاس 1. ايوه اعملوها كده. تمام حط ثانيه واحده بقى. وصلح هنصلح الكلام المكتوب على السلايد ده. هتبقى بي بار سي بار. هنسال نفسنا كده الايه في الحالتين في الاربعه دول هنا تحت بوحايد وفوق باصفار يبقى انسى الايه البي فوق باصفار وتحت باصفار تبقى بي بار السي دكتور معلش بس انا مش فاهمه يا الفاي دي ركز معايا تاني اس 1 اس 8 اس 9 ده موضوع احنا شرحناه المحاضره اللي فاتت بس انا بنعيد الثاني اهو يعني اس 0 اس 1 اس 8 اس 9 احنا خلاص اتعلمنا بقى ازاي نعملها اسال نفسي الاي فوق بكام باصفار وتحت بكام بوحيد يبقى انسى الايه البي فوق باصفار وتحت باصفار يبقى بي بار تمام السي مش معانا خالص يبقى بسي بار كلهم باصفار تبقى سي بار يبقى كتبنا بي بار سي بار الدي الدي جزء منها بواحد وجزء بزيرو يبقى مش هناخدها خالص يبقى انساها يبقى الترم يبقى الاس 0 والاس 1 والاس 8 والاس 9 بعبر عنهم بي بي بار سي بار زي ما مكتوبه فوق كده شايف العلامه الزرقاء اللي فوق دي بي بار سي بار خلصنا من الاربعه دول ها شايف الاربعه اللي تحت ايوه اس 8 لحد اس 10 واس 11 واس 10 دول ممكن اخدهم مع بعض استفدت بايه هنا؟ استفدت بالفاي دي خليتها واحد. تمام؟ عايزين نعبر عن المجموعه اللي تحت دي اس 8 واس 9 واس 10 واس 11. ايه؟ تبقى ايه بي بار بس. تبقى ايه بي بار. بي بار تبقى ايه بي بار؟ انا كده استغليت الفاي اللي تحت دي خليتها بواحد. كويس؟ ها اتفضل ايه تاني؟ اتفضل الاربعه اللي هم اس 7 واس 6 واس 15 واس 14. دكتور ايوه اتفضل. هي الفاي دي انا المفروض بحددها على اللي انا عاوزه؟ الفاي هو اللي محددها لي هو مديها لي بيقول لي دي فاي يعني مش فارقه معاه. يعني انا حددها يا اما بواحد او صفر في المعادله بتاعتي. بمزاجك بمزاجك مش فارقه. تمام. لو عايزها بواحد استخدمها بواحد، لو عايزها بزيرو استخدمها بزيرو. تمام الاربع مربعات دول طبعا هنا دكتور ليه ما استخدمناش الاصفار؟ لا طب اصبر ما خليك معايا نحل دي بس بعدها هنشوف بقى الاصفار دي ها يبقى الاربعه دول نعبر عنهم بايه؟ بي سي كلكم تراجعوا كده هي بتساوي بي سي ولا لا؟ ما هو الاي جزء معانا وجزء لا والدي كذلك الامر تمام تمام راجع بس راجع كده انت لوحدك عشان انا عايزك تتعلمها يعني بتساوي بي سي ولا بتساوي حاجه ثانيه؟ لا بي سي ده كلها بي سي كويس قوي فاضل لنا ايه فاضل لنا اللي هي اس 0 فاضل لنا اس 4 اس 4 ما استخدمناهاش عشان ادخلها خدت معاها ايه اس 0 اس 0 ها يلا شوف كده الاكسبريشن ده الترم ده صح ولا غلط اي بار سي بار دي بار صح يعني اللي مكتوب ده مش كده صح برافو يبقى انا عندي كام ترم هنا يا شباب اربع ترم صح اللي احنا عاملين عليهم دوائر دول يا دكتور يبقى بي بار سي بار زائد بي سي زائد اي بي بار زائد اي بار سي بار دي بار مظبوط كده دكتور وانا ما كانش ينفع اخد الاس 4 مع الاس 6 الاس 4 ممكن تاخد الاس 4 مع الاس 6
تمام يعني مش هتفرق كتير. دكتور واحنا لو خلينا في مربع بواحد لو خلينا في مربع لو خلينا عشان مش سامع كويس لو خلينا ال undefined في مربع بواحد هنخليها في بقية المربعات بواحد ولا كل مربع بحط اللي أنا عايزه فيه؟ الفاي أي فاي ممكن تستخدمها إما زيرو وإما وإما واحد بحالتها كل واحدة بحالتها. يعني أي الفاي اللي محتاجها اصبر عليه أنت محتاجها تبقى بواحد اعملها بواحد اعتبرها واحد أنت محتاجها تبقى بزيرو اعتبرها زيرو. طب لو خليناها بواحد هنا نخليها في كل في كل المربعات اللي موجود فيها هي لازم اكتبها فاي لازم اكتبها فاي زي اللي قدام اس 7 مثلا كويس تمام انا عارف ان الفاي دي بينه وبين الرسمه اللي قدامي انها انا هاخدها واحد عشان اخدها مع الاربعه دول مع بعض اس 7 واس 6 واس 15 واس 14 فاهمني يعني كل الفايات دي هتبقى بواحد مثلا لو قال لي اس 13 دي بفاي وانا مش عايزها خلاص ما هي بزيرو اصلا فاهمني يبقى انا لو عايزها بستخدمها مش عايزها خلاص بهملها يعني. واضح طب وهي بتهمل في الثلاث مربعات ولا بتهمل في مربع ممكن اهملها في مربع واحد واشغلها في المربعات الباقيه يعني زي ما بقول لك انت حسب ما انت محتاج المربع لوحده استخدمه محتاجه واحد اعمله واحد محتاجه زيرو خليه زيرو تمام طيب طبعا هنا الاربعه ترمي دول كلنا نعرف كده نعمل اربعه اند جيتس مش كده ولا ما نعرفش كل واحد يرسم الرسمه دي بقى يلا هديكم كده دقيقتين ارسم الرسمه دي كم اند جيت دول أربعة واحدة بس هي اللي هتبقى أور اللي هتربطهم كلهم أنا عايزكم بقى تحلوا المسألة دي يبقى بالطريقة دي وتعمل لها مرة ناند وتعمل لها مرة نور assignment ولا نحلها دلوقتي لا ده تبقى تحلها النهاردة بالليل أوكي. بس ارسم ارسم الرسمة دي دلوقتي أنا مستنيك وتخلصوا الرسمة بتاعت دي الرسمة تمام. أربعة أند جيتس دكتور ايوه هو في كده سؤال في اسايمنت 2 هبقى اسالك عليه بعد المحاضره ماشي اسال دلوقتي قول عايز ايه في اللي هو التاسك اللي حضرتك كنت مديهولنا ده اللي هو المسألتين وتاسك تمام ايوه دلوقتي هنشتغل على الجدول اللي حضرتك كنت مدينا عليه مثال ولا هنعمل جدول جديد مش فاهم المساله اللي هنا اللي هي اللي فيها ايه سم اوف برودكت وبرودكت اوف سم اللي هي كانت 2 و5 و7 كده هتعملها ازاي يعني اعملها زي ما انت عايز هنشتغل بجدول جديد ولا هنعمل يعني جدول اللي حضرتك كنت تعمل يعني اعمل لها جدول هتعمل كل حاجه ما انت انا كنت لسه بعلمك تروس تيبل وبعلمك ازاي تعمل ستيتس ماب حل بالستيتس ماب على طول تمام ماشي تمام يا دكتور خلصت في اي مشكله في رسم الايكويشن دي يا شباب سهله طيب في واحد كان بيسأل دلوقتي ليه ما باخدش الاصفار مش كده هو شايف ان الاصفار هتبقى اقل انا يعني كويس ان هو قال الكلمه دي اهي شايفين الاصفار المكتوبه دي معموله بالاصفر شايفينها هياخد اس 3 واس 2 مع بعض
وهياخد اس 5 واس 13 مع بعض وهياخد اس 12 واس 13 مع بعض. لما يبقى اصفار عملنا 3 ثلث. لما يبقى اصفار عملنا ايه؟ 3 ثلث. طبعا لو في فاي هنا مشتركه او فاي اقدر استفيد منها اعملها برضه، اخدها بزيرو. ها حد يقول لي بقى اللي فوق ده الدائره الصفراء اللي فوق اس 3 واس 2 عبر عنهم ازاي بالاصفار؟ A بار B بار C. لا A بلس B بلس C بلس D C بلس C. هنراجع عشان الحته دي مهمه انا عاملها مقاصد ان احنا ما ننساش. احنا برودكت اوف سم. ايوه تمام يا دكتور اسف. الاس 3 والاس 2 بالنسبه للاي اصفار يبقى خدها بايه؟ عكس الوحيد زائد بالنسبه للبي نفس الكلام تبقى هي كلهم باصفار تبقى اكتبها بي. بالنسبه للسي وحايد اكتبها سي بار. الدي مختلفة انساها. كويس؟ اس 5 واس 13 البيهات الاي في الاثنين دول واحدة بصفر وواحدة بواحد انساها. البي بواحد وواحد تبقى بي بار. بي بار. السي زيرو زيرو تبقى سي. سي. ودي بار. الدي واحد واحد تبقى دي بار. يبقى بي بار زائد سي زائد دي بار. تمام؟ اخر دايرة اخر دايرة اللي هي اس 12 واس 13. رجعها كده تطلع اللي مكتوب على الشمال ده ولا غيرها؟ هو ازاي تبقى ايه بار ده؟ ايوه ما هي الاي هنا بكام؟ مش المفروض تبقى ايه؟ لا الاي بوحايد احنا هنا بناخد الاصفار. احنا بنرودكت اوف سم. لما تكون صفر اخدها بايه؟ لو تكون واحد اخدها بايه بار. عكس الوحايد. راجع كده كله راجع A بار زائد B بار زائد C. خلصنا؟ حد عنده أي سؤال في الحتة دي؟ تمام يا دكتور. تمام يبقى الـ Y هتساوي إيه؟ بص كده الإكسبريشن المكتوب بالأصفر ده ومش بتشاف شوية. شايفينه ولا مش شايفينه؟ واي بتساوي اي زائد بي بار بي تمام مضروبه في بي بار زائد سي زائد دي بار مضروبه في اي بار زائد بي بار زائد سي بثلاثه ترم بدل ما كان الترم اللي فوق اللي هو بالاحمر ده اربعه ترم. يبقى انا الاحسن ان انا استخدم ايه؟ اللي تحت ده. كده الرسمه بتاعتي تبقى ايه؟ ثلاثه اور جيتس واحدة عندي جيت في الاخر. واضح؟ واضح يا شباب؟ تمام يا دكتور. سهلة ها؟ اه تمام. معلش الرسمة دي يا دكتور معلش الرسمة دي أنا. دي رسمة الرسمة العادية صح؟ دكتور معلش بس ايوه رسمه عاديه بجيتس عاديه بجيتس عاديه. طب احنا نرسمها رسمه عاديه ولا نرسمها نند؟ ركز معايا ركز معايا. انت ممكن تعملها بناند جيتس اونلي ممكن تعملها بنور جيتس اونلي. انا بجيبها كده في الامتحان تعملها بزي دي كده وتحولها لناند اونلي تحولها لنور اونلي. دكتور نعم تمام بس نجيب السلايد اللي قبليها. حاضر بس انا عايز اركز يعني انبهكم على حاجه ان كل اللي احنا بنحله ده زي ما انتم شايفين سهل ما هوش صعب ولكن لابد انك تحل بايدك عشان لما تدخل الامتحان
ما تحصل لكش ربكة وما تحلش. يعني في ناس كتير قوي الموضوع قدامها سهلة، احنا في الشرح يعني الموضوع واضحة وما فيش مشاكل. هتروح النهاردة تحلها بإيدك الورقة والقلم ما تكسلش، تمام؟ لأن لو ما حلتهاش بإيدك النهاردة وأجلتها لبكرة هتدخل الامتحان مش هتعرف تحلها. أنا بنبه يعني. دكتور دكتور في سام برودكت، أنا هنا لما أجي أحولها النور فأنا هعمل 2 بار بس مش 4 صح؟ أنت عايز تحل بالطريقة دي أو تحل بالإكسبريشن اللي فات وتحوله أنت حر، اعمل ده واعمل ده. تمام، انا قصدي هنا في حاله الاصفار لما اجي احولها النور بعمل 2 داش بس مش هعمل 4 هنا، عشان هنا هنا اصلا مجموعه. هي اصلا اور، فالاور هتبقى تسهل لك العمليه اكتر. تمام، ولو عملتها ناند يبقى هحط 4 بار عشان كده ابدا احول كل اللي موجود صح. ممكن تبتدي بالناند بالاند الاولاني. تمام، او تحول دي لناند اللي قبليها. دكتور ممكن تحول دي برضو لناند برضو تبقى سهله. تمام، جربها كده يعني، جرب دي وجرب دي شوف اللي ماشي. فرصة قبل الامتحان تجرب دي وتجرب دي عشان لما تدخل الامتحان تحل على طول. يا دكتور مفيش شيت أسئلة أو كده نعرف الأسئلة بتيجي إزاي بس؟ ما هو الأسئلة ما هي اللي أنا بقولك عليه ده، هو الأسئلة تيجي كده. تمام. بعدين في السكاشن يعني المعيدين ما شاء الله بيحلوا معاكم مسائل كويسة. والكتاب بتاع الأكاديمية خدتوه ولا ما خدتوهوش؟ خدنا السي دي. خدتوا السي دي هاي. طيب أنا هحاول أصلا في الكتاب الأكاديمية في مسائل كتير قوي ومحلولة كمان. يعني في ما يقرب من 30-40 سؤال محلولين. بس هم المعيدين بيراجعوا معاكم في نفس الحلول. ماشي دكتور معلش، بس في السلايد اللي قبليه عندي سؤال. السلايد اللي قبليه اللي هو ده، هو احنا دلوقتي المفروض الفاي حضرتك قلت احنا بنحددها صح؟ الفاي انت بتاخدها اما 0 واما 1 بمزاجك، يعني مش هو مش سهل لك اللي سهل لك الحل تاخد مثلا سم ان برودكت او برودكت اوف سم. يعني انت مثلا هنشتغل سم برودكت مش المفروض نستخدمها بوحيد، برودكت اوف سم نستخدمها اصفار. ايوه السم اوف برودكت هنا خدناها بوحيد مش كده؟ استخدمنا بقى برودكت اوف سم. خدت الفايده بواحد. انت ممكن تاخد واحده وواحده مش مشكله يعني، مش فارقه. يعني لو في فاي هنا ملهاش لازمه بالنسبه لك ما تاخدهاش. زي ما قلت لك دلوقتي لو عندك اس 13 مثلا بفاي. حاجه عامله زي المحايد كده. يعني في السام اوف برودكت هتعمل محايد. برودكت سامز ممكن تاخدها بصفر عشان تريحك يعني. يعني مش شرط ان انا اخدهم كلهم، ممكن ما اخدش ولا واحده. يعني تاخد اللي انت محتاجه. تمام ماشي. اي سؤال يا شباب في الشابتر واحد؟ كله. انا كده اخر سلايد في شابتر واحد. احنا كده قدامنا تقريبا ساعة مش كده؟ العد سؤال بس، انا مديلكم يعني اللي عايز يسأل اي حاجة في الحاجات اللي خدناها يسأل دلوقتي. كده عنا قال الشير على شطر 2. كده خدنا 3 اسايمنتات لحد دلوقتي يا دكتور، وده هناخد في حاجة ولا خلاص؟ مش سامع صوتك بعيد ليه؟ الاسايمنت المايك سامعني كده يا دكتور؟ كويس. كده احنا خدنا 3 اسايمنتات لحد دلوقتي. 3 بس؟ احنا خدنا حاجات كتير قوي. في رابع هنا صح؟ لا راجع، بص راجع في المحاضره كده هتلاقينا بقول لك اعمل دي حل دي. يعني مثلا المساله الاخرانيه دي انا قلت لك حلها، هترسم الرسمه بدل ما احنا رسمناها كده بالاور جيتس بس، هترسمها بالاند جيتس قبل كده. تمام؟ يعني انت قلت لك مثلا ارسم الرسمه بتاعت دي بالاند جيتس. كويس؟ وبعدين لو وصلنا
السابع او السادس اللي انت عملتها. خليك معايا، اللي انت عملتها بالاند جيتس مره تعملها بالناند مره تعملها بالنور، واللي عملناها بالاور جيتس بس اللي هي دي عملها مره بالناند ومره بالنور. واضح؟ يعني هنعملها بالاند وبعد كده نحولها للنور. هي قدامك دلوقتي، قدامك دلوقتي ايه؟ اور جيتس. عايزك تعملها مره بالنور جيتس اونلي ومره بالناند جيتس اونلي من الاكسبريشن ده. تمام. واللي قبليه الاند اللي احنا كنا عملناها اللي هو سم برودكتس ده، تمام؟ مره هتعملها يعني الاول هترسمها بالاند جيتس او الجيتس العاديه يعني نوت واند وور، وتروح محاول الاكسبريشن ده مره بالناند ومره بالنور عشان تدخل الامتحان تبقى انت جاهز تحل على طول. واضح كلام؟ اي سؤال يا شباب في الشرط الواحد؟ حد عنده سؤال؟ الاسايمنتات دي هتسلم امتى؟ نعم؟ الاسايمنتات دي هتسلم امتى؟ تعملها في كشكول بتاعك. وانا هسلمها في ميعاد معين لسه. انت تبقى جاهز في اي وقت. تمام. شابتر 2 باين قدامكم يا شباب. شابتر 2 باين قدامكم. ايوه ايوه. هو المتر على شابتر واحد وبس ولا لسه قدامنا اسبوعين هنكون خلصنا شابتر 2. شابتر 2 غالبا هيدخل في المتر. الشابتر 2 عنوانه كومبينيشنال موديولز. كلمه موديول دي او سب سيستم يعني بنعمل حاجات. طب دكتور اتفضل، عندنا محاضره كمان 5 دقائق. ازاي يعني؟ مش انت المحاضره دي لحد الساعه 10 11 و5؟ ايه ده، معلش انا فاكر فترتين. معلش ليه؟ كنت فاكر فترتين بس. لا المحاضرة بتاعتنا لحد 11 و5. دكتور. نعم. ابعت لنا بس البي دي اف بتاع الشابتر 2 ده. طب هتقول لك عايز دلوقتي؟ عشان خاطر مش ال ال ماشي ماشي خليك معايا. ابعته لك على ايه؟ الواتساب؟ ابعته على الجروب بتاع الواتس. ولا على الموديل؟ على الجروب بتاع الواتس. طب ثانية واحدة كده. الواتساب مش ظاهر عندي. المشكلة الواتساب. والله موجود او ممكن. الواتساب مش عايز يحمل. يا بعتوا لك على الموديل، تعرف تنزله على الموديل؟ ماشي يا دكتور. تمام يا دكتور. الواتساب مش متفعل في الأكاديمية، ما اعرفش ليه. ماشي، ممكن ينزل على الموديل برضه. ابعتوا لك الموديل. هو انت على ولائحة جديدة ولا لائحة قديمة؟ جديدة 2020. طيب ماشي.
شفت انا بعت لكم البي دي اف على الموديل يا شباب. ها الواتساب في مشكله مش عايز يحمل. دكتور ايوه هو بس معلش عشان النت كان فاصل كان عندي سؤال في شابتر 1 النت لسه راجع حالا. اتفضل. دلوقتي مش احنا عندنا السيجما بناخد اعلى رقم يبقى هي دي عدد الستيتس الستيتس الاخيره اللي هي مثلا زي 15 كانت اخر ستيت رقم 15 ماشي. اه كويس. دلوقتي انا مثلا لو عندي عدد الستيتس 32 بس من بعد ال 15 اصفار فهو هيجيب لي ال 15 اللي هي رقم هتبقى واحد والباقي ده طب ما ممكن يبقى اكتر من 15 اكتر من 16 يعني اقصد. اه يا بنت بقى برضه مش محتاجها. اه الاصفار مالهاش قيمه. موضوع 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 يبقى بحث الموضوع ده. انت اسمك ايه؟ علي. ماشي علي يلا ابحث فيه واديني كده نتيجه. خلاص هو يعني هيبقى ملوش قيمه يعني عشان الاصفار بعد كده. هتديني انت هتديني الاجابه مش انا هدي لك الاجابه دلوقتي. خلاص تمام حاضر. انا علي ايه؟ علي محمد. علي محمد ماشي علي. سكشن كام؟ سكشن 5. ماشي علي هنتظر منك نتيجة بحث. خلاص حاضر. معلش دكتور هو ممكن تورينا الرسمة اللي هي 32 بتاعت الماب عشان احنا ما شفناهاش ولا هي مش هنتسأل فيها. رسمة ايه تاني؟ رسمة ايه؟ يعني مثلا اللي هي فيها 32 اللي هي فوق 16 عمود يعني فوق 16 عمود. مفيش مش انا قلت له عشان تسال عليها يعني ما عملهاش ده هو اللي هو بيسال سؤال كده اضافي يعني انا ما بدهاش يعني 32 تمام. نتكلم على الكومباينيشنال موديولز يعني نتيجه الحاجات اللي انتم اتعلمتوها دي ان احنا بنعمل لوجيك فانكشن معينه وبداوا بس تصمم حاجات عشان تسهل لنا الشغل اللي بعد كده. فمثلا الناس صممت حاجه فما فيش داعي ان احنا نعملها تاني بنلاقيها جاهزه في السوق. يعني تروح تشتري الانتجريت سيركت بتاعتك من اي فاميلي. انت عارفين الفاميليز بتاعت الاي سيز طبعا شرحها لكم في المعمل. في حاجات اسمها فاميلي 74 وفي حاجات فاميلي 40 تمام. الفاميلي 74 مثلا 74 40 مثلا 74 10 74 00 حاجات زي كده. كل اي سي من دول بالكتالوج بتاعها لو انت كتبت كده في دخلت على النت وكتبت مثلا داتا شيت تكتب داتا شيت تروح مدخل انت عايز مثلا اند جيتس تقوم تلاقي اي سي مديلك رقم بالاند جيتس بتاعتها بالرسمه بتاعتها الداخليه. تجيب مثلا نوت جيتس تلاقي الاي سي بالحاجه اللي انت عايزها عشان تروح تشتريها. مش تقعد تسال الراجل البياع هو الاند جيتس عندك ايه او الاور جيتس عندك ايه او النوت جيتس عندك ايه وهكذا. عايز تشتري مثلا حاجات اكسكلوزيف اور جيتس عايز تشتري حاجات اكسكلوزيف نور جيتس وهكذا. انت لازم تبحث وتطلع رقم الانتجريت سيركت قبل ما تروح تشتريه. دي قاعده عامه. برضو باستخدام الجيتس اللي احنا استخدمناها دي والاند جيتس ونور جيتس الى اخره ممكن تعمل حاجات اعلى شويه اللي احنا بنسميها موديول. نسميها موديول. موديول زي ايه؟ مثلا اول موديول عرفناه حاجه بنسميها هاف اذر. دايره بسيطه قوي زي ما انت شايف كده البلوك اهو قدامي اهو نسميه هاف اذر. بيجمع ما بين اتنين بيتس A وبي. لما انا عندي بلوك او لوجيك فانكشن زي دي داخل لها A وB بعملها تروث تيبل بالبساطه اللي انتم شايفينها قدامي دي.
تروث تيبل كده اتنين فاريبل يبقى كام ستيت؟ كام ستيت يا شباب؟ أربعة ستيت. يعني هتلاقوا الحاجات اللي احنا بنشرحها في شابتر 2 حاجات يعني باستنتاجات من شابتر 1. ادي 4 ستيتس. اكتب A و B اكتبهم ازاي؟ 0101 0011. ماشي؟ ما عندناش خلاف احنا على الحته دي صح؟ كلنا عارفينها كلنا عارفينها صح؟ صح ولا صعبه؟ ما انت شطر وانا اول حاجه عايز اجمع A و B. عايز اجمع A و B. لما اجمع A و B 0 0 النتيجه بتاعتي شايف العمود الاخير ده بنسميه الصم. اس دي اللي هو الصم. 0 0 هديني 0 0 0 1 هديني 1 واحد. زيرو يديني واحد. واحد وواحد يديني كام؟ بس احنا عند حد عنده المايك مفتوح دوشة عنده يقفل المايك لو سمحت. واحد وواحد يدوني كام؟ صفر ومعنا واحد. ايوه برافو عليك. زي ما احنا كنا في الديسمال كده بنجمع مثلا رقمين ديسمال اهو. شوف الرقم الكتابه اللي على اليمين دي بجمع A و B. 7 زائد 2 بجمعهم يبقوا كام؟ 9 بسميه الصم. هاخد ايه للقوه اللي بعده للباور اللي بعدها؟ هاخد 0 بنسميه الكاري. بسميه كاري. الكاري ده 0 هاخده اجمعه مع المجموعه اللي بعد كده. 0 و4 و8 يبقوا كام؟ معايا شباب ولا مش معايا؟ 12. 12 دي اكتبها ازاي؟ اكتب الديجيت الاولاني 2 واخد كاري اللي هو ايه؟ الواحد. الواحد باخده المجموعه اللي بعديه. 1 و2 و1 يبقوا كام؟ ب 4. والكاري بكام؟ ب 0. مفهوم الحته دي ولا صعبه؟ الدسم جمع الدسم اللي احنا عارفينه. في الباينري برضو بنعمل نفس الكلام. في الباينري بعمل نفس الكلام. بعمل صم عمود صم وعمود كاري. بعمل عمود صم وعمود ايه؟ كاري. زيرو زيرو هيديني زيرو. الكاري بتاعي زيرو. زيرو واحد بيديني واحد. الكاري بتاعي بزيرو. واحد وزيرو بديني صم بواحد. الكاري بزيرو. واحد وواحد عشان ده باينري سيستم ما اقدرش اكتب اثنين، اكتب بس اما زيرو واما واحد. يبقى زيرو ويديني كاري انقله على المجموعه اللي بعديها اللي هو بواحد. عايزين نعبر عن الصم والكاري، ده اوتبوت كتبناها صم وكاري. نعبر عنهم ازاي؟ بالطريقه البسيطه اللي قدامنا دي. ها الصم اللي هو ده انا قلبت العمود 0 1 1 0. ممكن انت تعمل هو ليه الصم اخر واحده ب 0 اللي هي 1 1؟ يعني انا قلت لك لو انت بصيت على السلايد اللي قبل كده ثاني. ها لو انا جيت اجمع رقم هنا مثلا ال 4 و 8 كان اداني كام؟ 12. ال 12 ما تكتبش في مكان واحد صح؟ ايه اللي اتكتب؟ اخد الاثنين والواحد ده اللي هو بيعبر عن 10 هتنضاف للمجموعه اللي بعديها صح؟ ده جمع الديسمال. في الباينري نفس الكلام. في الباينري بجمع واحد زائد واحد يديني الصم. صم بايه؟ باثنين المفروض صح؟ ما ينفعش اكتب اثنين في الباينري. ما ينفعش اكتب اثنين، ما ينفعش اكتب ثلاثة وهكذا. في الباينري اكتب كام؟ هي اثنين وزيرو. والكاري بتاعي بكام؟ واحد. انا عايز اقول لكم برضه افكركم حاجة كده.
لو انت بصيت ده كتابه بالباينري، على اليمين ده زيرو وعلى الشمال زيرو، قيمته كلها كام؟ بزيرو بالدسمة. على اليمين واحد وعلى الشمال زيرو، تبقى كلها بكام؟ واحد. على اليمين واحد وعلى الشمال زيرو، تبقى كلها بكام؟ بواحد. على اليمين زيرو وعلى الشمال بواحد، كلها بكام؟ بالدسمل اثنين. صح شباب ولا مش صح؟ لما تكون على اليمين بزيرو وعلى الشمال بواحد بالباينري، احولها للدسمل تبقى كام؟ باثنين. مش واحد زائد واحد بتساوي اثنين في الدسمل؟ كده بنكتبها، بناخد الصم والكاري، اللي زي ما انت شايف كده الصم والكاري هو اللي باخده اوديه للمجموعه اللي بعديها. طيب نبص بقى الهاف اذر ده انفذه ازاي. انا دلوقتي راجل بتاع لوجيك عايز انفذ الهاف اذر، انفذه ازاي؟ نبص كده على السلايد اللي بعده. بنعمل ستيتس ماب اهي للصم، ستيتس ماب للكاري. ها ستيتس ماب كم مربع؟ اربع مربعات. زيرو واحد واحد زيرو، يبقى زيرو واحد واحد زيرو. المربعين اللي تحت A بوحيد، المربعين اللي على اليمين B بوحيد. الكاري، الكاري كله بأصفار، آخر حالة بواحد، صفر 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 واحد. برضو المربعين اللي تحت الإيهات بوحيد، المربعين اللي على اليمين البهات بوحيد. وهو بمنتهى البساطة كده بدور على الوحايد دي واكتبها بقى. الاس بتساوي ايه؟ هنا عبارة عن ايه؟ الواحد ده اس ايه بار بي، ايه بار مش كده؟ الواحد اللي تحت ده عبارة عن ايه؟ ايه بي بار، بي بار. عشان كده كتبنا الصم بيساوي ايه بار بي زاد ايه بي بار. الكاري هو واحد بس موجود اللي هو A B، الكاري A B. لو رجعت للتروس تيبل يا شباب كده ممكن ناخد الاكسبريشن ده من التروس تيبل برضه، بس احنا ده تمرين لينا ازاي نعمل ستيتس ماب وازاي نطلع الاكسبريشن بتاع الاس الاكسبريشن بتاع الكاري. كويس؟ نرجع تاني عشان السلايد ده جري. حد يقدر يرسم الاس بتساوي الاكسبريشن ده والسي بتساوي الاكسبريشن ده، نرسمها كده في سيركت دياجرام. ها كلكم هتعملوا العمليه دي. ادي اس بتساوي اي بار بي لاند جيت الاولانيه، لو نادي عبارة عن A بار B، الثانية A B بار على أورج. عبارة عن برامج إكس أور يا دكتور. صوتك بعيد اللي بتكلم. المعادلة دي معبرة عن برامج إكس أور. إكسكلوزيف أور. هي أنا عملت لك عليها دايرة هي حمراء أهي، ودي ممكن نعبر عنها بإكسكلوزيف أور زي اللي تحت دي. شايفها؟ واضحة؟ يعني الصم ممكن نعمل اكسكلوزيف فور ما بين الاي والبي. الكاري، الكاري عبارة عن اند جيت بين الاي والبي على طول. يبقى انا قدرت اصمم الهاف اذر. احنا بدل ما نعمله ونعمله كتير، انت ممكن تروح تشتري الهاف اذر ده من السوق على اي سي. واضح؟ ده موديول. ده ايه؟ موديول. طيب حد عنده سؤال في الهاف اذر؟ حد عنده سؤال في الهاف اذر؟ ندخل على الموديول اللي بعده. تمام. طيب ندخل على الموديول اللي بعده اسمه فول اذر. ايه فول اذر ده؟ ايه احتياجنا له؟ الفول اذر انتوا فاكرين لما كنا بنجمع مثلا، شايفين الجمع على اليمين ده A و B بجمعهم، تعرفين بالباينري على اليمين ده البار بتاعته واحد، الديجيت اللي بعده البار اتنين،
الديجيت بعده البار ب4، اللي بعده البار ب8، اللي بعده ب16 وهكذا يعني. طيب انا بجمع للرقم اللي فوق ده اللي هو ايه، ورقم اللي تحت اللي هو بي. لو جمعت 0 زائد 1 هديني الصم ب1 والكاري ب0. انا بدي مثال لجمع يعني. يبقى انا هاخد الزيرو ده الكاري ده واجمعه مع المجموعه اللي بعديها، يبقى 0 زائد 1 زائد 0 هيديني 1 برضه الكاري ب0. اللي بعديها هيبقى 1 زائد 1 هيديني الصم ب0 والكاري ب1. يبقى الكاري ده اخد الكاري ده واوديه على المجموعه اللي بعديها، يبقى ثلاث وحايد، واحد زائد واحد زائد واحد يديني ايه؟ يديني الصم بواحد والكاري بواحد. الكاري ده اخده على المجموعة اللي بعديها وهكذا. يبقى انا محتاج شوف العمود اللي هو واحد اثنين ثلاثة اربعة من على اليمين، واحد زائد واحد زائد واحد. معنى كده ان انا محتاج دايرة اجمع فيها ثلاثة مع بعض، دايرة اجمع فيها ايه؟ ثلاثة مع بعض. الكاري اللي جاي من المجموعة اللي قبليها زائد الـ A زائد الـ B. بنعملها بالرسمة اللي على الشمال دي. ده الفول أدر. أدي A. لو البلوك ده رقم N هسميه AN. و B سميها BN. والكاري هيكون الكاري جاي من البلوك اللي قبليه. CN ناقص واحد. الصم بتاعه SN، الكاري بتاعه سي ان. نعمل تروس تيبل. التروس تيبل اللي قدامي دي الستيتس كام ستيت بقى لما يكون عندي ثلاثة انبوتس؟ ثمانية ستيتس، اس 0 الى اس 7. هنكتب اي ان بي ان سي ان، سي ان ناقص واحد. هنعمل الارقام زي ما احنا عارفين 0 1 0 1 احنا ماشيين، البي ان هتبقى 0 0 1 1، الاي ان 4 اصفار 4 وحاجة. نبتدي بقى نجرب كل حاجة من دول نشوف الصم بتاعها بكام والكاري بكام. الصم انا كاتب الصم هنا على اليمين، في الكتب بيعملوها على الشمال، بس انا عامله قصدي على اليمين عشان يبقى الرقم ده احنا فاهمين هو بيجي ازاي. 0 زائد 0 زائد هديني الصم بزيرو والكاري بزيرو. هنا واحد بس يبقى الصم بواحد والكاري بزيرو. ستيت اتنين واحد بس يبقى الصم بواحد والكاري بزيرو. ستيت تلاتة واحد زائد واحد يبقى الصم بزيرو الكاري بواحد. ستيت اربعة الصم بواحد والكاري بزيرو. ستيت خمسة الصم بزيرو والكاري بواحد. ستيت ستة الصم بزيرو والكاري بواحد. ستيت سبعة واحد زائد واحد زائد واحد اديني الصم بواحد والكاري بواحد. ليه الحالات اللي احنا اللي انا عاملها في الجمع على اليمين ده. هنلاحظ هنا الصم واخد 0 1 1 0 1 0 0 1. الكاري ثلاث اصفار 1 0 1 1 1. طيب عشان ارسم الصم وارسم الكاري اللي هي اس ان وسي ان هنعمل الستيتس ماب زي ما اتعلمناها. كام ستيت قلنا؟ 8 ستيتس. 8 ستيتس. ادي الصم اس ان وادي الكاري سي ان. تمام؟ هنشوف الستيتس زي ما اتعلمناها. ستيت اس 0 في اول مربع فوق على الشمال، وبعدين اس 1، وبعدين اسيب المربع اللي قبل الاخير اروح اس 2 على اليمين وارجع اس 3 تحت. ستيت 4 5 ستيت 6 اروح على اليمين خالص وارجع المربع اللي قبل الاخير يبقى ده الستيت رقم 7. انا مش فاهم الحته دي. ها فاهمين الكلام ده مش فاهمينه؟ انا مش فاهم الحته دي. كام ستيت عندي؟
كام ستيت؟ رد عليا. 8 ستيتس. 8 مربعات زي ما احنا شايفينهم كده فوق. انا كنت شرحت لكم الستيتس ماب، لو عندي 8 ستيتس باخد الصف الاول ستيت 0، بعدين ستيت رقم 1، بعدين اسيب المربع اللي قبل الاخير واروح على الستيت رقم 2 المربع الاخير، ارجع للستيت المربع اللي قبل الاخير اكتب ستيت اس 3. السطر اللي بعده هيبقى ستيت اس 4 وبعدين اس 5، بعدين اروح للمربع الاخير ستيت اس 6 وارجع لقبل الاخير اس 7. افتكرتوا كلامنا اللي انا قلته الاول ولا مش فاكرينه؟ اه تمام يا دكتور. الصف اللي تحت اي ان 1، الاربعه اللي على اليمين دول البي ان ب 1، الاربعه اللي في النص سي ان ناقص 1 ب 1. تمام؟ الباقي باصفار. ناخد من الاس ان العمود بتاع الاس ان 0 1 1 0 1 0 0 1 او 0 1 1 على اليمين خالص نرجع ب 0 وبعدين تحت 1 0 1 0. السي ان نفس القصه، ادي السي ان اهي نعمل فيها نوقع الحاجات دي. هنلاحظ ان الاس ان ما فيهوش اختصارات، الاس ان ما فيش وحايد جنب بعضها، ما فيش اصفار جنب بعضها. السي ان في ثلاثه جنب بعض تحتهم واثنين جنب بعض اللي هم فوق بعض، واضح؟ لو انا جيت اجمع الاس ان، نجمع الاس ان دي هسيبكم تجمعوها واحده واحده كده. الوحايد الترم الاولاني اي ان بار بي ان بار سي ان ناقص 1، الترم الثاني اي ان بار بي ان سي ان ناقص 1 بار، الترم الثالث اي ان بي ان بار سي ان ناقص 1 بار، الترم الرابع اي ان بي ان سي ان ناقص 1. واضح؟ من الجمع الحال الجبري ده احنا يعني برضو في الجمع الجبري ممكن نعمل عمليه اختصار. هسيب لكم تاسك ان هو بيساوي في النهايه اي ان اكسكلوزيف اور بي ان اكسكلوزيف اور سي ان ناقص 1، ده مكتوب بالاحمر. دكتور هو احنا لو ما اختصرناش عادي ولا لازم نختصر؟ الاختصار ده النتيجه النهائيه للاختصار، يعني لازم نختصر. يعني انت اتعلم جه ازاي الاختصار ده بجيبه في الامتحان، ازاي تجيب تعمل الاختصار ده. السي ان ممكن ناخد الاثنين اللي فوق بعض دول مع بعض اللي هو الستيت رقم 3 والستيت رقم 7 اللي فوق بعض دول، وبعدين ممكن ناخد الاثنين اللي على اليمين دول تحت مع بعض لو الستيت رقم 7 والستيت رقم 6، وبعدين ممكن اخد الستيت رقم 7 والستيت رقم 5 يبقى 3 تير. لأ النتيجه بتاعتها من الستيتس ماب ممكن ننتجها نعملها على طول بي ان سي ان ناقص 1 اي ان سي ان ناقص 1 اي ان بي ان. الرسمه بتاعت الفول اذر بتبقى بهذا الشكل، ادي 2 اكسكلوزيف اور بناخد الاس ان، السي ان اللي هو الكاري بيبقى 3 اند جيتس واور جيت في الاخر. تمام؟ حد عنده صعوبه في المشكله دي؟ لا تمام ماشي.
يبقى اخذنا النهارده الهاف اذر والفول اذر. دلوقتي انا عايز اعمل دايره جمع. دايره جمع بتجمع ما بين رقم A ورقم B. رقم A نقط A1 A2 A3 A4. كم بيت دول؟ كم بيت يا شباب؟ خمسة. خمسة بيت. ممكن تعملوا أربعة بيت. ممكن تلاقي ممكن تعمل ثمانية بيت، ممكن تعمل 16 بيت زي ما أنت عايز. بس كل بيت بيبقى هيديني دايرة من الفول أذر اللي إحنا عملناه أو الهاف أذر اللي إحنا عملناه. إمتى بستخدم الهاف أذر؟ إمتى بستخدم الهاف أذر؟ لما أكون مش محتاج كاري. لكون مش محتاج كاري بستخدم الهاف اذر. بستخدم الفول اذر لما اكون محتاج كاري. بص كده على الفول اذر اللي هو رقم واحد ده داخل له ايه؟ سي نوت واي واحد وبي واحد. طالع منه اس واحد وكاري سي واحد. طيب نشوف الفول اذر رقم اثنين. داخل له سي نوت سي واحد ودخل له A2 وB2 طالع منه S2 وC2. C2 باخده على الفول أذر اللي بعده وهكذا. يبقى ده دي دايرة جمع خمسة بت من A نوت إلى A4 من B نوت إلى B4. تمام؟ الدايرة دي مهمة جدا وبجيبها في جميع الامتحانات. دايرة ان انت تجمع رقمين كل رقم من يعني اربعة بت ممكن خمسة بت ممكن ستة بت ممكن لا زي ما انت عايز. انت ممكن في بتروح بقى في الحقيقة بتروح تشتري اي سي فيها الفور بت اذر واي سي ثانية ممكن تشتري فيها تمانية بت اذر وهكذا. يبقى انت مجرد توصل الاسلاك على الاي سي وتوصل عليها الجهود بتاعتها وخلاص. واضح؟ انا اتوقف لحد هنا. الاسبوع الجاي هنتكلم في الديكودر. هنتكلم ديكودر ده عباره عن موديول برضو. ديكودر والانكودر والمالتيبلكسر دي مالتيبلكسر والباريتي تشيكر والكونفرتر. دول ان شاء الله هناخدهم في المحاضره اللي جايه. اي حد عنده اي سؤال لحد الفول اذر؟ معلش يا دكتور ممكن الفايف بيت تاني عشان نفهمها بس. الفايف بيت تاني ماشي. السؤال بيجي عليها ازاي؟ اهو الفايف بيت عشان اعمل فايف بيت بعمل خمس بلوكات كل بلوك من دول فول اذر. ممكن الاولاني ده يبقى برضه فول اذر. الزيرو ده ممكن نخليه فول اذر بس يبقى انبوت سي 0 ب 0 مش الفول اذر بفيه ثلاثة انبوتس ممكن استخدمه ده. يبقى الاولاني ده بستخدمه اما هاف اذر واما استخدم فول اذر. الانبوت الاولاني للسي 0 يبقى نحطه ب 0. واضح؟ تمام. سي هو المفروض سي ناقص واحد يعني كانه جاي من بلوك اب. معلش يا دكتور الزيرو اللي جوه دي والواحد والاثنين دول قيم عشان ده رقم زيرو ده رقم واحد ده رقم اثنين ده رقم ثلاثه رقم اربعه ده هتصلحوا الاثنين الاخرين نعملها اربعه. اه تمام ماشي. ده الاولاني داخل له A نوت B نوت الثاني داخل له A واحد B واحد الثالث داخل له A اثنين B اثنين الرابع داخل له A ثلاثه B ثلاثه الخامس دخل له ايه 4 ب 4. واضح؟ تمام. نجمع رقمين عادي جدا زي اللي انا كنت لسه جامعهم في المساله او يعني في المثال اللي هو ليه بنحتاج الفول اذر. اه تجمع A زائد B يدي لك صم وكاري. الكاري كل تمام. واحد من دول بتاخده وتديه للانبوت الثاني من فوق. تمام؟ وهكذا تمام. نفس القصه. يعني ده تفسير ليه طلع معانا خمس
هطلع على خمس رسومات في الاخر ونجمعهم مع بعض. صوتك بعيد، قرب صوتك، قرب صوتك، علي صوتك. هتطلع معانا خمس رسومات في الاخر ونوصلهم ببعض بقى. اي ما هو خمس رسومات نوصلهم ببعض. اقول لك 8 بت سهل انك تعملها. انا بديها لك دي يعني انت بتاخد عليها درجات كويسه. موضوع سهل وبتاخد عليه درجات. واضح؟ تمام يا دكتور. ماشي يا شباب. لو حد عنده اي سؤال عشان انا خلاص هقفل المحاضره. ممكن حضرتك تقول لنا الحاجات اللي احنا خدناها سامد النهارده ثاني معايا؟ لا انا ما بقولش ثاني، انت تراجع المحاضره وتعرف من هذا السؤال. تمام. ماشي؟ ماشي يا شباب، نراكم على خير الاسبوع القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.